التصويب على التمرير لعلي معلول وكورتو تصطدم بالدفاع وتضيع مرة أخرى فرصة للتسجيل على نادي الصفاقسي. المرة هذه النشيط في هجوم السي اس اس محمد علي مصر بطريقة ممتازة يمرر الكرة لزياد الدربالي والحكم مرة أخرى يعلن عن تسلل ما كانش موجود أيضا. دي دي بيت الأثيوبي شبه غائب فيها الشوط وما لقى حتى حل لفك شفرة دفاع نادي الصفاقسي. هذا عكس هجوم السي اس اس، فخر الدين بن يوسف سريع كالعاده والمره هذه يختار التمرير على التصويب والدفاع مره اخرى في الموعد، يضع الكره في الركنيه وبالتالي تضيع اخر فرصه في الشوط على النادي الصفاقسي اللي ما استغلش السهوله الكبيره اللي لقاها في اختراق دفاع دي دي بيت. مسلسل اذاعه الفرص من جانب السي اس اس يتواصل في الشوط الثاني. شاهدوا جيدا الطريقه اللي تعامل بها علي معلول مع تمريرة فخر الدين بن يوسف. التحذير التسديد بالدرت بتوصل عمليه بن يوسف او المتميز على الدوام كالعاده وراء كل العمليات الهجوميه للسي اس اس. المره هذه استغل هفوه من دفاع دي بيت يقطع الكره بذكاء وبسرعه كبيره يتوغل يصوب ويمضي على اول اهداف فريقه في المباراه. شوفوا بن يوسف باليسار بكل قوة، هدف حرر الأقدام وحل الشبكة والنادي الصفاقسي أصبح يلعب أكثر راحة وبالتالي الهدف الثاني ما بطاش برشا. هذا هجوم جديد اللي ساكوياتي مر الفخر الدين بن يوسف اللي ينطلق كالسهم والمرة هذه يوزع المعوض ماهر الحناشي غازي شلوف والأخير دون صعوبة يسجل الهدف الثاني للنادي الصفاقسي. ما فيش فايدة في مثل هذه اللعبة الثانية لصالح النادي الصفاقسي. هدف ممتاز عن طريق غازي شلوف. الحمد لله واحد انا مادام موجود في التيران ديما عاون اصحابه بونتو باس. ان شاء الله ديما هكا وان شاء الله الباركور تاع الشامبيونز ليغ نكونوا ديما حاضرين فيه ان شاء الله. هدف غازي شلوف يحتفل بالهدف يخلع قميصه ويتحصل على انذار مجاني للنادي الصفاقسي. علي المعلول الفرصة الوحيدة اللي دي بيت الاثيوبي في هاللقاء جات من اقدام تدالي اللي صوب كره بعيده على مرمى رامي الجريدي اللي قضى عشويه رائقه قبل ما يتصدى لاخر كره في اللقاء. جات من مخالفه نفذها ماجيشا وبالتالي يؤشر على استحقاق النادي الصفاقسي في الترشح الى الدور القادم من كاس رابطه الابطال الافريقيه. مقابلة صعيبة بصراحة، حتى مقابلة الذهاب كانت صعيبة، المنافس عنده إمكانيات محترمة جدا، عنده إمكانيات فنية، لاعبين عنده إمكانيات فنية ممتازة، في بعض الأحيان رجعنا للمناطق بتاعنا باش نخليو المنافس يطلع أكثر ونخلقوا شوية مساحات. اللقاء القادم كونتر حورية كوناكري في انتظار الاحتراز نتاع الرجاء البيضاء. بون احنا مرحبا بأي فريق يلعب لنا، فريق حورية كوناكري أنا ما شفتوش البارح، قعدت مركز على الماتش بتاعي، لكن اللي نعرفه أنه عنده فريق عنده إمكانيات بدنية ممتازة وفريق واقف صحيح. مش نقراو له الف حساب كسوا هو كسوا الرجاء. صافاكسين تيم از توداي از جود زان اديس بات الشوط الاول كان ممتاز بالنسبه لنا بدنيا وفنيا. في الشوط الثاني ارتكبنا عديد الاخطاء استغلها الفريق المنافس وعجزنا عن العوده في المباراه. سكور ذا فيرست سكور ذاتس واي تو دومينيت سابس